ومتابعينا الاعزاء ايها الحبل الكريم ايها المشاهدون الكرام في كل مكان نحييكم ونرحب بحضراتكم. الشوط الثاني تاريخ الأهمية من بقية الأشواط الرئيسية، أشواط تنطلق وتندفع من أجل الفوز ومن أجل التحدي ومن أجل الناموس. مقدمة الشوط والصدارة الشاهينية سالم بن محمد بن دخيل الله يتقدم وينطلق المركز الثاني. وصول من وطن وصالح بن فرج المرجي يقدم لنا وطن. دخول من ديمومة علي بن عبد الله اليحيى يقدم لنا ديمومة والمركز الثالث. دخول وصلت الشاهينية حمد بن محمد المري ينطلق مع الشاهينية. وصول أحد الأسماء وصلت أيها الحبل الكريم سيوف وراشد بن حمد المري والمركز الخامس. وصلت أيها الحبل الكريم سوغا وهزاع بن عبد الهادي بن نايف ليتقدم ويكون حاضرا في المركز الرابع أو المركز الخامس، ولكن عودة مباشرة الى مقدمة الشوط والى الصدارة المسيطرة تماما. سيطرة ما شاء الله الشاهينية سالم بن محمد بن دخيل الله ينطلق بن دخيل الله ينطلق بهذه الصورة. المركز الثاني وصول وهجوم من وطن وصالح بن فرج المري يتقدم مع وطن. المركز الثالث الله الله وصلت مشكورة راشد بن علي الف خيدة ينطلق مع مشكورة، ولكن ديمومة وصلت ديمومة. اشرد يا شارد، شوف المركز الثالث عليها الرقم واحد ديمومة علي بن عبد الله اليحيى، ولكن الشاهينية سالم بن محمد بن دخيل الله يطلب ويندفع بالصورة الواضحة يطلب ويندفع. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء نقول تهانينا من ال 100 متر الأخيرة. سلام يا سالم، سلام أبو محمد، سلام سلام الشاهينية، تهانينا والناموس مالكية ومتابعة تهانينا والناموس مالكي الشاهينية سالم بن محمد بن دخيل المركز الثاني. وصول يا الحبل الكريم وطن صالح بن فرج المري، ايضا ديمومة علي بن عبد الله بن احياء.